تشاهدون قناة Kids Toys by Ammon. مرحبا بكم متابعين قناة Kids Toys by Ammon. هذه الحلقة سوف تكون حلقة مميزة لأني سوف أغير بها الليدي ديفا. نعم، أريد أن أغير بشكل الليدي ديفا، بالتحديد سوف أغير لون شعرها لكي يتناسب مع التوينز ديفا. بالنظر إلى التوينز ديفا إنهم يمتلكون الشعر الأبيض، أما الليدي ديفا تمتلك الشعر الأصفر. أعلم بأن الليدي ديفا الأخت الكبيرة لتوينز ديفا، كما أتت من الشركة المصنعة شركة الألوال، لكن أنا في قناتي جعلتها أمهم، لذلك أريد أن أغير الليدي ديفا لتصبح شبيهة توينز ديفا كما هو الحال في نيوليشيس وأيضا نين كيوتي وأيضا كوزميك نوفا أيضا الدي جي. جميعهم يشبهون أمهاتهم إلا لتوينز ديفا. لكن قبل أن أبدأ، أحضر الألوال أو أم جي ليدي ديفا الأصلية، وها هي التقليد. دعونا الآن نستعرض سريعا كيف سوف تميزون بينهم عند الذهاب لشرائها. كما قلت لكم، ها هي ألوال أو أم جي الأصلي الليدي ديفا الأصلية، وها هي التقليد. انظروا إليهم، يوجد تشابه كبير بينهم بالشكل ولون العلبة. انظروا، ها هي الأصلي مكتوب عليها ليدي ديفا، وها هي التقليد. وأيضا من الخلف نفس الشيء، لكن الشيء الوحيد الذي يفصل بينهم ها هي علامة الشركة MGA. ها هي الشركة المصنعة لألعاب الألوال سبرايز. إن رأيتم هذا الشعار على علبة الألوال تعني بأن هذه اللعبة أصلية، وهذا هو الشعار الثاني، إذن هذه اللعبة أصلية. لنرى التقليد، لا يوجد عليها شعار الشركة ولا هنا، إذن نستطيع أن نميز بسهولة. ها هو الشيء الوحيد الذي تستطيعون أن تميزوا بين التقليد والأصلي. ها هي الليدي ديفا، سنقوم بإزالة هذا الشعر وأضع بدلا من الصوف الأبيض. ها؟ سوف أخبركم لماذا اخترت الصوف بدلاً من هذا الشعر. هذا الشعر يناسب التسريحات الطويلة. أنا أريد الليدي ديفا بشعر قصير تقريباً إلى هنا، لذلك اخترت الصوف الأبيض. حسناً، دعونا نبدأ. أقوم أولاً بنزع الرأس بلطف. هيا لنرى شعر الليدي ديفا. هيا، هذا الشعر لن أكبه، سوف أستخدمه في حلقات الدي آي واي صناعة غرف الألوآل سبرايز، سوف تكون بداخل الوسائد والأغطية. والآن نقوم بعملية إزالة الشعر. ها هي، قبل أن أزرع لها الشعر أريد أن أصبغ فروة الرأس باللون الأبيض. سوف أتركها لتجف. ها هي بعد أن جفت. حسناً، دعونا الآن نزرع الشعر. سأقوم بقصه إلى أجزاء متساوية، لذلك سوف أحضر هذا. Skip
انظروا هنا، أتت الديفا بمسامات شعر صغيرة جدا، وأنا أريد أن أضع الصوف، لذلك سوف أقوم بتوسعة هذه المسامات. ها هي أول واحدة، يا ترى كيف سوف يصبح شكل الليدي ديفا؟ دعونا نرى. انظروا إلى الليدي ديفا، هذه التسريحة تذكرني بسواك، نفس تسريحة سواك، تشبهها كثيرا، لكن لن أبقيها هكذا، أريد أن أجعلها مثل تسريحة توينز ديفا. حسنا، دعونا أولا سوف أضع هنا بعض اللاصق لكي يثبت الشعر. سوف أحركه جيدا. حسنا، سوف نتركه ليجف قليلا. واو، كم هي جميلة هكذا، لكن نريد تسريحتها أن تشبه تسريحة التوينز ديفا. حسنا، سنحاول أن نسرح شعرها ليناسب تسريحة توينز ديفا. هيا، بهذه التسريحة أصبحت تشبه توينز ديفا. واو، أحببت الليدي ديفا كثيرا. حسنا، سوف نصنع للليدي ديفا أيضا إكسسوار للشعر.
ارتدي هذا الحلاق أتوقع أن تكون الليدي ديفا في غاية الجمال. واو! إن أعجبتكم الليدي ديفا الجديدة ضعوا لي هذا في كومنت إما على الإنستغرام أو على الفيسبوك. أتمنى يا أصدقاء أن تكون الحلقة قد أعجبتكم. لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك ليصلكم كل جديد. مع السلامة في حلقة أخرى من ألو ألو سبرايز.